موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. الأهلي ومودرن سبورت وختام مباريات الدوري الممتاز. الأهلي يدخل المواجهة وهو برصيد 85 نقطة في صدارة الدوري الممتاز، ومودرن سبورت بيدخل برصيد 51 نقطة. موعد المباراة يوم 17/8 الموافق السبت القادم. المباراة الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. المباراة مذاعة عبر قنوات اون سبورت اللي واخدة حقوق الدوري الممتاز كاملة. آخر مواجهات الدوري، مبروك للأهلي وجماهيره تحقيق بطولة الدوري الممتاز. الأهلي ومودرن سبورت، وإن شاء الله مسك الختام وفوز جديد للنادي الأهلي في بطولة الدوري الممتاز إن شاء الله. لايك وشير ومتابعة من كل جماهير النادي الأهلي يوصلك كل ما هو جديد من أخبار النادي الأهلي وموعد المباريات وكل ما يخص النادي الأهلي والرياضة المصرية.